Tout de suite, Récap Midi. Récap Midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، الناس الكل أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم. موعد جديد من ريكاب ميدي، نص النهار و19 دقيقة من توا حتى لساعتين، نرجعوا إن شاء الله على آخر المستجدات على الساحة الوطنية في تونس. تنجموا تسمعونا على 93 على البوندا فهم وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلة بالفرنسية الحياة فهم، أو بيع على لايف ستريمينج على السيت ويب متاعنا الحياة فهم. نرحب بالفريق العمل معايا، إمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة، وأحمد شفار في الديجيتال، معكم سهم حمدي مقدم الميكرو من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فهم. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش تكون عنا قراءة اقتصادية لآخر الأرقام اللي أعلنهم المعهد الوطني للإحصاء ولأبرزهم. ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 7.8%. شنو تداعيات هذا التضخم على بقية المؤشرات، على نسبة الفائدة المديرية وغيرها، باش نعرفوهم بعد شوية في حوار مع خبير اقتصادي في هذا الغرض. سينو زيدا نحكيه على آخر المستجدات السياسية في البلاد. جبهة الخلاص الوطني تعقد جملة من اللقاءات والاجتماعات الشعبية، والأستاذ سمير ديلو تعرض إلى الاعتداء البارح في ولاية قفصة. نرجع شوية على الاحتجاجات هذه، شنو الأهداف منها وغيرها من التفاصيل. سينو زيدا نحكيه على الإضراب في قطاع القضاء، إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد، انطلق اليوم. علاش هذا الإضراب؟ شنو الأهداف متاعه؟ هل ممكن أنه يتواصل لفترة أطول من هذا؟ نعم أم لا؟ هذا بش يكون إن شاء الله اليوم في ريكاب ميدي. سينو زيدا نحكيه على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، شنو تقييم الجلسة الأولى بالنسبة للحضور، بالنسبة للمضامين أيضا، وشنو باش تكون المخرجات متاع هذا الحوار. أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم في ريكاب ميدي، وقيت لانترفيو دي جور. انترفيو دي جور، نحكي هو على آخر المؤشرات الاقتصادية والنسب والأحصائيات اللي أعلنهم المعهد الوطني للأحصاء، كذلك الإصلاحات الكبرى بالنسبة لهذه الحكومة، والانتظارات من مقررات الاجتماع أو الاجتماع اللجنة الاقتصادية أو في إطار الحوار الوطني المعمول في قصر أضيافة في قرطاج. ضيفنا لليوم الخبير الاقتصادي السيد عز الدين سعيدين. سي عز الدين، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي عز الدين، نبدأ ساعة بآخر الأرقام اللي أعلنهم المعهد الوطني للأحصاء. معدل التضخم يواصل في اتجاه الصعود، وصل إلى مستوى 7.8% في شهر مايو اللي فات، كان في شهر أفريل 7.5، كان في شهر مارس 7.2 حسب أرقام رسمية يعلنها المعهد الوطني للأحصاء. قراءتك سي عز الدين سعيدين لهذه الأرقام، وهل هذا التضخم يعني بالضرورة أنه البنك المركزي سيرفع من نسبة الفائدة المديرية مرة أخرى؟ يمكن، لأنه التمشي متاع البنك المركزي في حقيقة الأمر ما ناش فاهمينه. اللي يحب يحلل بموضوعية علاش نسبة التضخم المالي قاعدة ترتفع، وترتفع بهذا النسق، نسق كبير ياسر الحقيقة. يعني إذا كان في شهر واحد ترتفع من 7.5 إلى 7.8، هذا يعتبر نسق سريع جدا، وخاصة إذا نذكره لهنا إلى 7.8 راهي معدل. بس ندخله الداخل في وسط الرقم هذا يشفمه ونشوفه معناها بالنسبة للمواد الغذائية كيفاش الارتفاع يقارب 9% مش 7.8. بالنسبة للمواد المصنعة أو الخدمات يفوق 9%. بالنسبة لبعض المواد الغذائية يفوق 20%. الزيت هذا اللي نفهموه، بس لأنه المواطن التونسي عنده ما يسمى بالتضخم المالي المعاش، هو اللي عايشه يوميا وقت يمشي للسوق، وقت يمشي كذا يشوف في تطور الأسعار، شوف في ما نسق تطور مرتفع جدا، يقول لك النسب هذه اللي خرج فيها مع ذوات الأحصاء ما هاش مقابلة لي اللي أنا نشوفه في حياتي
وهو الكل صحيح راهو. اما هذاك راهو معدل 7.8 يعني نجم يكون اكثر من 7.8 سي عز الدين. نعم يعني نجم يكون نسبة التضخم اكثر من 7.8. لا هي فعلا 7.8 بالقياس لشنو؟ بالقياس لما يسمى لنمط الاستهلاك العائلي المعدل في تونس واللي تمت ملاحظته في سنة 2015. ولكن يعني هناك فوارق اجتماعية كبيرة، قداش كل عائلة تخصص للغذاء من الدخل نتاعها، قداش كل عائلة تخصص للملابس للأدوات المدرسية وما إلى ذلك. فبالتالي إحساس المواطن في خصوص التضخم المالي يختلف من فئة إلى أخرى، وساعات حتى من جهة إلى أخرى. مثل ما قلنا في بعض المواد الغذائية ارتفاع يفوق 20%، مثلا في ميدان البيض الارتفاع كان 23% سنويا. في الزيوت النباتية كيف ارتفاع كبير جدا يفوق 17% وما إلى ذلك. فبالتالي النسبة هذيك راهي معدل. خلينا في المعدل هذاك، علاش نسبة التضخم المالي قاعدة ترتفع بهذا الشكل؟ لأنه ما حبيناش ندخلوا في الإصلاحات الحقيقية لهذا الاقتصاد، ما دخلناش لحد الآن، ما عندناش سياسة اقتصادية واضحة. شنو ما هالإصلاحات الحقيقية سي عز الدين سعيدين اللي لازم ندخلوا فيهم اللي نجموا نتمكنوا من خلالهم أنه نحدوا من نسبة التضخم؟ شوف وقت نشوف الاقتصاد نتاعنا اليوم هل هو قائم بالوظائف نتاعه الحقيقية، وشنو اقتصاد إذا يوفر لنا النمو. ونسبة النمو المسجلة لحد الآن نسب ضعيفة جدا، والمعدل على 11 سنة الأخيرة يقارب صفر. الاقتصاد لما يكون يشتغل يخلق الثروة، ونحن مع الأسف ما خلقناش ثروة، ومستوى عيش المواطن التونسي ما تحسنش في 11 سنة الأخيرة منذ 2010 ويخلق لنا مواطن الشغل. وهنا نذكروا أنه نسبة البطالة في 2010 اللي هي السنة المرجعية كانت 13.4، الآن حسب الرقم الجديد نتاع معهد الوطن للإحصاء احنا في 16.1. ونسبة البطالة في صفوف الشباب بالخصوص ارتفعت بشكل كبير، الآن نسبة البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة هي 42.4%. هذا هو الوضع نتاعنا. ندرى نحب نصلحوا الأوضاع هذه ولا لا، ونرجعوا اقتصادنا يشتغل كما ينبغي، معناها يفرز النمو يخلق الثروة ويخلق مواطن الشغل. اثنين وقت نشوفوا حتى السياسة النقدية اللي هي سياسة البنك المركزي، وقت تم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية مؤخرا، احنا قلنا راه هذا فيه سوء فهم لمصدر التضخم. مين جاينا هالتضخم هذا؟ جاينا بالاساس اليوم مما يسمى بالتضخم المالي المستورد، يعني اشياء خارجه من تونس. وقت اللي ارتفع سعر برميل النفط ياثر على كلفه الانتاج في كل القطاعات، وهذا بطبيعه ما تنجمش تقاومه كيف ترفع في سعر الفائده المديري، تتعقد الامور. وقت اسعار الحبوب ترتفع، وقت اسعار النقل الدولي يعني تضرب في 6 مرات، بطبيعة مكسر تقاومها بنسبة فائدة المدينة. وبالتالي نحن في رأيي أخطأنا التحليل، وبالتالي أخطأنا الإجراءات. والحل اليوم ليس في الترفيه في نسبة فائدة المدينة، الحل اليوم بكل وضوح في أن الدولة الحكومة أولا تصارح الشعب التونسي على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس، وتصارح الشعب التونسي على الإصلاحات التي أصبحت ضرورية ولا مفر منها مهما كانت كلفة هذه الإصلاحات. ما عندناش حل آخر. هي قدمت الحكومة سي عز الدين سعيدين برنامج الإصلاحات الكبرى، واللي فيه يعني جملة من النقاط أبرزها وقف الانتدابات، كذلك التحكم في كتلة الأجور. ما مدى قابلية تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع سي عز الدين؟ أول شيء ساعة الإصلاحات هذه من عرش اللي كان شفتها سيادتك كلها فيه 70 صفحة، 70 بالحساب. كيفاش وضع كيما وضع تونس الآن عندنا إجراءات بسبعين صفحة، وربي شكون باش يفهمها وشكون باش يطبقها؟ وين هي الأولويات متاعنا؟ وين هي مجابهة المشاكل الأساسية؟ شكون ينجم يقول لي بالإجراءات اللي موجودة في البرنامج هذه وهي جلها، وأنا قريتها كلها بالتدقيق والسبعين صفحة كل قريتها، وصدقني ما لقيتش إجراء عملي حقيقي اللي نفهم منه وتتقول لي باش تحسن السيولة والولوج نتاع المؤسسة للتمويل. إيه باهي كيفاش؟ ما عندي حتى جواب. وبالتالي إذا كان حقيقة ما نجابهوش مشاكلنا بالمنطق اللازم
قولوا ها هي مشاكلنا ونتفقوا عليها ونصحوها، ومن بعد قولوا ها هي الإجراءات حتى ولو كانت صعيبة علينا، لكن الغالب ما فيش حل آخر، لأن تأخرنا كثيرا في القيام بالإصلاحات. راهو مشاكلنا ما بداتش من تاورا، بدات حتى قبل 2011 ولكن تفاقمت منذ 2011 لحد الآن، وما قمنا بحتى إصلاح، ما قمنا بحتى إجراء شجاع، وما بينا حتى سياسة، وما بينا حتى استراتيجية قلنا هاو كيفاش ننقذ الاقتصاد نتاعنا. والنتيجة معناها إذا كان نختزلها في رقم واحد، الدين العمومي نتاعنا كان 25 مليار دينار في 2010، الآن أصبح 120 مليار دينار. تونس أصبحت مكبلة بالديون وخاصة بالديون الخارجية، وهذا نتيجة غياب هذه السياسات الاقتصادية وغياب الشجاعة في اتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات لازم لإنقاذ هذا الاقتصاد. أنا أرى وأحترم كل الآراء الأخرى، أرى أننا مازلنا موافقين في نفس التوجه. البرنامج تاع الحكومة ما نجمش نستخلص منه يعني أشياء عملية حقيقية يعني مفيدة اللي تقول لي هاو التوجه اللي بمشي له، وهاو الإجراءات، وهاو كيفاش نمول الإجراءات هذيك، لأنه راه ما فماش إصلاحات بدون موارد ضرورية لتمويل تلك الإصلاحات، ما فماش تصور كيفاش نمول الإجراءات نتاعنا باش ننقذوا هذا الاقتصاد بصفة فعلية. ما فماش حتى أفق زمني، فماش في البرنامج فماش حاجة يقول لي هذه راهو لازم تتم قبل الشهر الفلاني وقبل السنة الفلانية والنتيجة باش نشوفوها في ميزانية 2023 ولا 2024 ولا 2025. يعني فما محاولات أحترمها، ولكن فما عناوين كبيرة سي عز الدين، فما عناوين كبيرة. هو مش تنطلق من شهر جويلية القادم إلى موفى 2025، ولكن عناوين كبيرة يعني ما هيش مضبوطة. عناوين كبيرة فضفاضة فضفاضة ما نجمش نترجمها اليوم إلى إجراءات عملية نقولها وشنو تحب تعمل الحكومة، وبالتالي شنو باش تقوم به بالضبط، وباش نجم نحل أنا نقول بالطريقة هذه نوصلوا نحقق الهدف هذا ولا ما نوصلش نحقق الهدف. بيه سي عز الدين، وزارة المالية البارح أعلنت عن تسجيل فائض بقيمة 314 مليون دينار في الثلاثية الأولى من سنة 2022، مقابل عجز تقريبا بقيمة 885 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021. كيفاش تفسر لنا هالفائض هذية في الوقت اللي احنا نعيشه في ظروف اقتصادية صعيبة، وتابعنا يعني في الثلاثية الأولى كيفاش فما صعوبة حتى في تأمين المرتبات يعني بتاع الموظفين، في المقابل نحكيه على فائض؟ سيدتي الكريمة، علاش وزارة المالية التي ذكرت هذا الرقم في التقرير تاعها ما عطتناش هي التفسير؟ معلومات في تناقض كامل ما بين رقم يعني محاسباتي كونتابل وما بين الواقع التونسي. هل وزارة المالية قالت لنا اللي هي مثلا معناها طوال شهر فيفري ما سدت حتى مبلغ مستحق من القروض الداخلية للبنوك التونسية، والمبلغ بتاعها 2.4 مليار دينار، يتحسب ولا ما يتحسبش هذا؟ علاش الدولة ما قالت لناش، ولا وزارة المالية ما قالت لناش أن يوم 20 ماي اقترضت بالعملة الأجنبية من عند البنوك التونسية باش تسدد مستحقات قرض كانت خذاته في 2020، ولذا ما سددتوش، عاودت الجدول متاعه وأخرته. هذه الأرقام لا معنى لها، ولكن نفس التقرير راهو نفس التقرير شو يقول لك؟ يقول لك انه في السنتين الاخيرتين 2020 2021 دين الدوله تفاقم ب 30%. في نفس التقرير هذاك يقول لك ما بين شهر مارس للسنه الفارطه وشهر مارس لهذه السنه دين الدوله ارتفع ب 11000 مليار. اعطيونا تعليل كي تعطيونا رقم مثل هذا، معناها باش ما نقولوش اللي راهو القصد منه هو المغالطة. لازمش نقولوها وما نحبوش نحسوها وما نحبوش نقولوها. لكن كيف وزارة المالية تعطيني تقول لي راني عندي فائض في الميزانية ب 346 مليون دينار في نهاية شهر مارس، وما تعطينيش حتى تفسير وحتى تعليل لهذا الرقم، يعني ما هو القصد؟ وكيف نشوفوا زادة بقية المؤشرات ونشوفوا الأوضاع الكلها اللي هي معناها ارتفاع نسبة التضخم والدين وغيرها، فما نجموش نفهموا الحقيقة هل يعني الأرقام اللي تقدمها وزارة المالية بخصوص الفائض هذه.
سي عز الدين، واحنا نحكيه مش بعيد على الحوار الوطني اللي زاد فيه لجنة اقتصادية كاملة انطلقت في أولى الجلسات متاحة، وسيد العميد صادق بالعيد قال وأنه تم استدعاء قامات من الاقتصاد في تونس، من رجال الاقتصاد في تونس. في البداية هل تم دعوتك سي عز الدين صعيدين للمشاركة في هذا الحوار؟ أنا لم أحضر الاجتماع اللي صار في يوم السبت، ولكن العميد صادق بالعيد هو أستاذي وأحترمه وأجله، اتصل بي قبل بأسبوع وطلب مني تقرير كتابي للجواب على زوز أسئلة. السؤال الأول هي ما هي رؤيتك للاقتصاد التونسي في المستقبل، كيفاش تحبه يكون، كيفاش تتصوره يكون، والسؤال الثاني ما هي السياسات والإجراءات اللي لابد من اتخاذها للوصول إلى هذا الوضع. وأنا كتبت التقرير وسلمته للأستاذ صدق بالعيد، ومعناها نتمنى أن هذه اللجنة تتوصل إلى نتائج حقيقة. لما نشوف التركيبة متاع اللجنة، عدد المشاركين، نوعية المشاركين، كيفاش متواجدين مع بعض حول نفس المائدة في نفس القاع، يعني أتساءل. بينما أنا منذ سنوات عديدة وأنادي بضرورة القيام بتشخيص توافقي في تونس، حتى نحب نوصلوا إلى يعني حلول، نحب نوصلوا نعالجوا فعلا هذا الاقتصاد، لابد أن نتفق على تشخيص معين ويكون هذا التشخيص مكتوب وموقع. وإحنا الآن قاعدين نقولوا في شيء مع الأسف هو غلط منذ سنوات. العديد يقول لك لا يزينا من التشخيص، نعرف التشخيص، كلنا فاهمين التشخيص، أعطينا الحلول، وهذا من 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 الأول الأخطاء الجسيمة اللي قاعدين نقوموا بها. مش صحيح، مناش متفقين في التشخيص وما قمناش بهذا التشخيص، بينما اللي كان نحبه فعلا نقوموا به راهو عملية ما تطلبش أكثر من أسبوعين ثلاثة. بالطبيعة مش بنسق اجتماعات، اجتماع كل أسبوع يوم السبت، النسق هذا ما يوصلش. إذا النسق أسرع من هكا وأهم من هكا وفي في في حلقات أضيق من هكا بكثير، مش الناس فعلا نجم تقدم الرؤية نتاعها، تقدم مقترحاتها، ومنك الرؤية والمقترحات نستخلصوا يعني وثيقة اللي هي تكون المنطلق التوافقي متاعنا، مش يقولوا هاو طريقة العلاج متاع الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي أيضا. نفهموا لهذه مبررات عدم مشاركتك في هذا الحوار سي عز الدين. أنا لم أقول لم أشارك، لكني أنا كان عندي التزام سابق مع حوالي 85 مؤسسة اقتصادية في حوار وفي محاضرة يوم السبت قمت به، ما في شك، ولكن أنا متقدم على بقية أعضاء اللجنة لأن أنا أعطيت تقرير الكتاب بتاعي. وبتشارك في الاجتماعات الجاية في المستقبل؟ لا أدري في حقيقة الأمر هل سيتم دعوتي أم لا، أنا لا أدري. بيه، وهل تعتقد سي عز الدين صعيدين أنه 72 ساعة كافية أمام الخبراء وأمام بقية المشاركين أنهم يقدموا تصورات واضحة لتونس في المستقبل على صعيد الاقتصادي مثلا في مجالك سي عز الدين؟ اي مستقبل؟ لما تقول لي 40 سنه قلت هذا غير معقول. شكون ينجم يتصور، شكون ينجم يتصور وضع تونس او وضع العالم بعد 40 سنه؟ كنشوفوا نسق التطور العلمي والتكنولوجي والسياسي قاعد يصير في العالم، يعني هذا يعني غير معقول. ونظرا للصعوبات اللي نمر بها الان حقيقه، انا يكفيني ان يكون ثم شكون ينجم يقدم لنا تصور على 10 سنوات. أعطيني تصور على 10 سنوات كما كنا نخدم قبل، نسميها البيرسبكتيف ديسينال، التصورات العشرية. أعطيني مثال تصور على 10 سنوات، قل لي شنو يلزمني نعمل في 10 سنوات هذومي، مع طبعا فرضيات كيف سيصير العالم، كيف سيتغير، شنو يكون التطور التكنولوجي، شنو المكانة اللي نحبو تونس تكون موجودة فيها، وشنو السياسات اللي بتوصلنا إلى ذلك. فبالتالي 72 ساعة أو أكثر أو أقل، مش هذا هو السؤال الحقيقي؟ شنو المطلوب من هؤلاء، خاصة وأن فيهم العديد يعني ما عندهمش حقيقة حتى صلة بالميدان الاقتصادي. مش أعطيك تصور في 72 ساعة على شنو بش يصير في تونس أو تصور لتونس بعد 40 سنة، يعني خاصة وإحنا معناها نشهد ونتبع متغيرات جائحة كورونا اللي جات فجأة لمدة عامين، وشفنا تبعات متاحة الحرب الروسية طبعاً الأوكرانية، وشفنا بصفة مفاجئة جدا، دونك ما نجموش
نخموا بالحق الى 40 سنه طبعا قدام. واحنا ننساو شنو صار في 2008 مثلا، الازمه ماليه حاده في العالم كل غيرت وجه العالم في 2008. شكون كان ينتظر فيها بينما حتى المؤسسات البنكيه اللي صارت لها مشاكل كبيره في ذلك الوقت كان التصنيف الائتماني نتاعها تريبل ا. يعني اذا كانت تقول لي تصور على العشريه، انا ارى انه مجهود معقول وممكن مع يعني هامش خطائي نجم يكون كبير برشا حتى على 10 سنين. بكل 40 سنة نقول لك انا عاجز على ذلك. واضح. نختم معك سي عز الدين سعدان الخبير الاقتصادي بسؤال، شنو نجم ننتظروا من هذا الحوار او هذه اللجنه المختصه يعني في الشان الاقتصادي، شنو ننتظروا باش تعمل، شنو نستناو منها؟ هل نعلق امال على اجتماعاتها والمقترحات اللي تقدمت لها ام ماذا يعني؟ هو احنا الان في وضع صعب، يعني احنا دخلنا في محادثات تقنيه مع صندوق النقد الدولي منذ أفريل 2021 يعني عندنا 13 شهر الآن، بينما معروف في العالم كله المحادثات التقنية ما بين صندوق النقد الدولي وأي دولة ينجم يفوت 4 إلى 5 أسابيع. هذا دليل على الصعوبات الكبيرة اللي نمر بها الآن، وغياب هذا التوافق وغياب هذا التشخيص التوافقي في تونس باش يخلينا ربما ما نوصلوش إلى هذا الاتفاق، بينما التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى بالنسبة لتونس وإن كان غير كافي. حسابات الكل تبين أنه حتى لو كان وصلنا إلى هذا التوافق مش يكون كافي، نحن في حاجة إلى إجراءات تخصنا وإلى استراتيجية تونسية لإنقاذ بلادنا، مع العلم أنه هذا الاتفاق مهم جدا بالنسبة لتونس. إذا كان هذا الحوار يؤدي بنا حتى إلى تشخيص موحد فقط نكونوا عملنا مكسب كبير بحول الله. ولكن سي عز الدين يعني هذا اللجنة هذه يعني ننتظر منها مخرجات في حين الحكومة قدمت برنامج للإصلاحات الكبرى، في حين تقول أن المفاوضات متقدمة في أشواط متقدمة مع الصندوق، وموقف اتحاد الشغل معروف وقاعد يحضر في مبادرة بما فيها يعني شأن اقتصادي. الحقيقة نراو تشتت هوني في تشتت كبير. مع العلم أنه ليس هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نأكد ونقول ليس هناك مفاوضات ولم نصل إلى حد الآن إلى مرحلة المفاوضات. نحن ما زلنا في مستوى المحادثات التقنية مع التقنيين متاع صندوق النقد الدولي فقط، وهذا اللي دام 13 شهر بينما المفروض ما يفوتش 4 إلى 5 أسابيع. نحن ما زلنا بعاد كل البعد على هذا التفاوض، ومن الأسباب اللي ذكرتها سيادتك الآن باش أنت عندك برنامج نتاع الحكومة وعندك حوار قاعد يمشي من شارع أخرى وعندك اتحاد الشغل قالك حتى أنا عندي برنامجي وعندك اتحاد الشغل يهدد بإضراب في يوم 16 وعندك القضاة مضربين ابتداء من اليوم إلى نهاية الأسبوع مع تهديد بالتصعيد. يعني ما هذا الوضع؟ من هذه الأطراف يرحم تونس فعلا ويحب يوصل بتونس فعلا إلى بر الأمان إلى بر الأمان؟ القرار إذن هو سياسي أكثر منه اقتصادي سي عز الدين. نعم. مشكور جدا الخبير الاقتصادي السيد عز الدين سعدان، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا، والكلمة اللي اختم بها سي عز الدين مهمة جدا، من يرحم تونس من هذه الأوضاع الصعبة على كل المستويات سواء السياسية أو كذلك الاقتصادية. نصنا 57 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة الحيت فهم، هذا غيكات ميدي. انتما تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. سي حمد البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين إذاعة فم. شكرا جزيلا ليك. دونك سي حمد، اليوم نحكي على التحركات ولا الاجتماعات الشعبية اللي تعقدهم جبهة الخلاص الوطني في عدة جهات من الجمهورية واللي فيهم بعض التطورات البارح، وين تم الاعتداء على المحامي الأستاذ سمير ديلو عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، كان ذلك في ولاية قفصة. باش نرجعوا مع سي سمير ديلو على هذه الحادثة وأكثر تفاصيل أخرى. عسلامة سي سمير ديلو، مرحبا بك على إذاعة الحيت فهم. مرحبا أستاذ، يعيشك. شكرا لك سي سمير على قبول الدعوة. في البداية الحمد لله على سلامتك، لو كنت طمننا على صحتك سي سمير.
لا الحمد لله لاباس. انا ما نحبش الخير ظنك ونقول لك ماذا بيا نحكي في الموضوع هذايا، ولكن فقط نجاوبك ربما بطريقه ما كنتش انتظرها برك. انا ماذا بيا ما نحكيش على الحادثه هذه. الاهم بالنسبه لي والاخطر هو انه يصير انزلاق نحو العنف لا قدر الله، وهذايا أسوأ حاجه ممكن تمثيلها بلادنا، لانه يكفينا المشاكل اللي عندنا، يكفينا الازمه السياسيه الخلقة، يكفينا الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة، يكفينا الظروف اللي قاعدة تكتب فيها مستقبل البلاد، ويكتب فيها ما يسمى الدستور الجديد والجمهورية الجديدة. إذا باش نزيدوا على الاحتقان آخر والتدهور لا قدر الله في اتجاه العنف، هذا يختير ياسر ونعتبره خط أحمر. واضح احنا ضد حدث عنف صار تشكي هذا مش بغاية منه لا بالشخص أقول حتى أنا فقط نحب يعتذر كلمة اعتذر كافية جدا. ولكن الأهم من هذا الكل خلينا في الشأن العام. نحب نستغل الفرصة دي باش نوجه رسالة للجميع، ها باش نكون موضوعي للجميع، سواء اللي يدافعوا على السلطة القائمة حاليا وإلا اللي عارضوها، ولا اللي عارضوها برفق، ولا اللي عارضوها بقوة وراديكالية. خلينا نبقاو في مستوى الكلام، في مستوى الخطابات، في مستوى البيانات، في مستوى العرايض، الاجتماعات، الوقفات، المسيرات، كل ما هو تحت شعار المدنية والسلمية. العنف حتى ولو كان عنف لفظي راه ماهوش باهي، وللأسف الشديد ما نجمش ما نقولش هذا، رئيس الجمهورية للأسف قاعد يعطي في المثال السيء. خطابه مشحون، خطابه كله عنف، كله تقسيم للتونسيين. المحكمة الأخيرة مع القضاة قطع نظرة لقانونية ولا دستورية القرارات اللي خذاها، ولكن الطريقة اللي تم بها سحل القضاة في خطاب الرئيس بيدو عبر تلميح، رغم أنه قال مش نذكر أسماء ولكن ذكرها مباشرة من بعد في أمر، وهذه حاجة غير مألوفة. البذاءة متاع اللي دافع عليه سكوت عليهم هو تبني لموقف موافقة اللي يعملوا فيه، تعرض المعطيات الشخصية، الهجوم غير المسؤول بذاته في انحطاطه على قاضية فاضلة. نقول انه هذا الكل للاسف الشديد قاعد يدخل فينا في حوايج مش باهية. ان شاء الله ما توصلش، ان شاء الله رجعنا لساد العقل للكل، ان شاء الله ما تنزلقش الامور الى العنف، واحنا اكيد ضد العنف ايا كان، يعني على ايا كان باش يصير والا اللي يرتكب العنف. الحمد لله على سلامتك مره اخرى سي سمير الدين، يعيشك. نرجع معك للاجتماعات اللي قاعده تعقد فيهم جبهه الخلاص الوطني، اجتماعات شعبيه في عدد من الجهات، تعاملت في توزر، تعاملت في ولايه قفصه. نحب نسالك استاذ، الى اي مدى تنجم تغير هذه الاجتماعات المعادله، خاصه في ظل تشتت المعارضة؟ نلقاو زادة جزء آخر من المعارضة قاعد يعمل في وقفات احتجاجية، وقفة قدام هيئة الانتخابات مؤخرا، ولكن يعني فما تشتت اليوم في المعارضة. شرط الاجتماع في جبهة واحدة وشرط تعزيزي مش بالضرورة يكون شرط للخروج من الوضع اللي احنا فيه، اللي حركة لا متوازية غير اسيمتريك، مش بالضرورة اقوى عدة وعتادا، ما هيش حرب مسلحة، ما هيش حرب مادية، هي حرب تاع قيم، حرب تاع دفاع على مبادئ. أنا نجم نسجل نقول لك قيس سعيد هو في حد ذاته حليف لمعارضين معركة إسقاطه بطرق مدنية سلمية، بيرفضوا للحوار، بيرفضوا للتشارك. أنا قلتها ونعاود نقولها، لو القاموس السياسي لقيس سعيد فيه مليون صفحة أكيد أنه ما فيش حتى سطر واحد حول الحوار ولا حول التشارك، هو لا يسمع لي أحد. هو عامل حوار وطني أستاذ. هو حوار وطني بالاسم، يعني حتى اللي مشاركين فيه أنا متأكد أنه أغلبيتهم الساحقة يعرفوا أنه ما هوش حوار، أنه مجرد عملية تشريك سورية لإضفاء هي على نص معد سلفا. للأسف الشديد اللي عم فيه قيس سعيد ما عملوش المستبدين قبله، لا برقيب الله يرحمه، لا ابن علي الله يرحمه، خلي راعي والمظاهر على الاقل في الصياغه القانونيه يستشيروا ناس خبراء. توا ولينا نلقاهم مساخر ومهازل حتى في النصوص القانونيه في امر موجود اسمه منظمه وطنيه وهميه مش موجوده للاتحاد العام التونسي للفلاحه والبحري، بعض الاسماء راضي الحداد الله يرحمها مدعوه بتشارك في الحوار الوطني هي اي او من تنيبه من للتوضيح، هو الاسم يعني هبط فريد الرسمي باسم راضيه الحداد الله يرحمها في بلاصه مدام راضيه الجربي عن اتحاد الماء. خطا نجم تقول لي الخطا بشري. انا كنت في الدوله ونعرف الخطا بشري، كيقولوا انا وياك في حوار اذاعي
ولكن في نصوص رسمية تخرج في رأي رسمي الخطأ غير مغتفر. وهنا نعرف الإدارة التونسية ونعرف مصالح التشريع في رئاسة الحكومة ونعرف أنه من 10 مستحيلات يغطوا الأغلاط هذه، ولكن هذا يورينا كيف قاعدة تكتب النصوص حاليا. أنا متأكد أنها قاعدة تكتب في مكاتب مغلقة. وأقصى خوف أقصى خوفي وإن شاء الله ما ترجعوش النهار وتقولها وفلاني قالها لنا يوم كذا بتاريخ كذا في حوار إذاعي، ممكن مش نقع ربما أخطاء في الدستور نهاريخ مش في الخيارات حتى أخطاء في الصياغة، لأن قاعدين نشوفه من 25 جويلية اليوم المراسيم والأوامر حالة من التضارب والتناقض داخلها والتزامات وقاعدة تخرق في الالتزام السابق، تعديل القانون على القضاء في فيبري يرجع يخرق قبل كثير من اللي يصدر الأمر اللي كانتش موجودة. يعني أستاذ القوس هذا مانيش عارف الناس مش ينظروا لهم بعض، مش بالنقمة مش كذا، ولكن يبدو أنه باش يولي يطرح في إطار التفكه، لأنه اللي صاير من 25 جويلية اليوم هو أقرب للمسخرة. به أستاذ سمير ديلو، دعوتم في جبهة الخلاص الوطني إلى حوار وطني تنتج عنه حكومة إنقاذ، هكا سميتها حكومة إنقاذ وطني، ألا ترى أنه اليوم كان نعمل حكومة أخرى موازية للحكومة الحالية هذا باش يزيد يعمق الأزمة؟ لا هذه الناس كما الناس اللي يقولوا هذوما يحبوا يرجعوا ل 24 جويلية. شوف ليس ليس شنو سي سمير بيبي، صوتك مش واضح بالكدا، قلت لي ليس ماشي ما اسهل من تقزيم اراء الخصم السياسي وتسخيف وتهويل وترذيل مقولاته. لا قلنا باش نرجعوا للازمه السياسيه تاع قبل 25 جويلية، ولا قلنا انه باش نعملوا حكومه موازيه، قلنا انه داعين لحوار وطني كبير جميع والحوار في الاداء الواسع، مش كيف الكراكوز اللي صاير توا في دار ضيافه، حوار وطني حقيقي يشارك فيه بين قيس سعيد اذا كان يقبل الاطراف الفاشيه اذا كان تقبله، لكن اذا كان هو رافض مش يكون حوار وطني دون قيس سعيد، وتتفق عنه حكومه بديله لحكومه بودن مش حكومه موازيه. الناس اللي خوفوا من طبرق وطرابلس وكذا هذوما ناس قاعدين يستعملوا في سماح التخويف باش الوضع المرجع اللي فات. سي سمير، التجربه هذه الكبيره اللي قاعد وقع تراش انه بون المسؤوليه انا ما نحبش نحملها لحد، لانه احنا تقريبا 2011 الله غالب ما عرفناش كيف ان نؤسس لديمقراطيه جيده، وبقينا في برشا تجاذبات. اليوم نلقاو رواحنا كل مجموعه في جهه، هل ان التفكك هذايا ينجم، خاطر كيف نشوف ان نلقى مجموعه قدام الهيئه العليا المستقله للانتخابات عاملين وقفه احتجاجيه، ونلقى مجموعه تعمل في لقاءات مع المواطنين، تراش انه هذا في حد ذاته ما غير بخير. يعني أخطر ما يصيب الشعوب هو الانقسام. المشكلة اليوم مش أسماء الجبهات ولا تكون مع الجهة الفلانية والجهة الفلانية، المسألة هي لأنه ثم قواسم مشتركة تجمعنا ولا لا، هل أننا راضين بالعيش المشترك ولا نعيش مع بعضنا، وتحت أي لافتة تحت أي شعار تحت أي سقف. التوانسة ممكن يتجو حاليا أنه ثم شخص هو يقرر في كل شيء، رأوا حد منكم ضامن أنه اللي صحيح آخر. حد منكم ضامن شنو بربي تعود لنا، حد منكم ضامن شنو يرضى انه رئيس الجمهوريه يقرر جميع المجالات كيف ما يشاء؟ ما تعرفش تقول لي ما يسمحش بها القانون، يخرج قانون يوم في يوم ما تقول القانون ما يسمح له، غدوة في راحة الحياة تجيب عندك انت ما عجبتوش في حديثك معي اليوم قلت ما عجبوش، ثم حاجة تمنعه أنه غدوة يعين هو يشرب في المنطقة يقول لا تجيش ولا كيجي هذا مع القدرات. ما فيهاش شوية مبالغة أستاذ سمير ديلو؟ أكثر حاجة فيها مبالغة هي اللي قاعدة تصير في الوقت. ربي سامحوني ثم مبالغة أكثر من 57 صحفي يحكم عليهم بالإعدام، الحكم اللي صادر ما هو حكم الأفات، هو حكم بالإعدام، إعدام السمعة وإعدام الاعتبار والإعدام الاجتماعي والحالة البشرية، وخلاهم يربوا عائلاتهم ولبسوا ظلم في عينيهم ويتسائلوا، زعما أمي وين؟ في الصنف نتاع الزنا ولا في الصنف نتاع التستر على الإرهاب ولا في الصنف نتاع الفساد المالي، لأنه تحت الوزن هذا بدون إمكانية للتغطية والسؤالات،
خرجوا بريء اللي تشدوا في الاعتدال الارهابي على بعض. كتاب الحارس وفيها تعذيب وكان فيها تحقيق في البحث والفرقه اللي شدت الحارس من بعد طلعوا المتهمين حقيقيين. اذا كان المتهمين حقوا في الدفاع وحقوا في طريق البلد يا رسول الله القاتل وين القاتل اللي يقوم بخدمته ويدخل عليه اجتماعيا واعتباريا وقولوا له لا عندك الحق تشكي ما بينه وما تتبعه جزائي كم ما تتبعه جزائي ما تشكي نجم يدوم قديم نجم يدوم شو سلام هذا هذا يا مجع خليني انا اتحمل العبارة لو على انسان مصريح هذا مش عبارة مش هنو جنون هذا جريمة المنصوب الدين وأبناء الفضاء اللي عجبه كلامي عجبه واللي ما عجبه إذا ما بحق الطريق جريمة بحق الفضاء وجريمة بحق الإسلام وجريمة بحق سمعة الإسلام اللي يسكت على الجريمة أنا ما اسكتش على الجريمة ركبة الله وفي المشهد به. سي سمير نختم معاك بسؤال ونظرا زادة لرداءة الصوت نعتذر من السادة المستمعين. نختم معاك بسؤال على المرحلة القادمة. كيفاش تصورك للمرحلة القادمة اليوم اللي صاير في البلاد؟ فما حوار، فما استفتاء في 25 جويلية. شنو تصورك بالتوازي زادة مع تحركات المعارضة والاحتجاجات هذه؟ وين ماشيين بالبلاد؟ وين باش نوصلوا بالضبط؟ مختلف تماما نشوف الرجل وذاك الاحزاب شديد ما عنديش تماما يا اما اللي شاد كل السلطات وجميع الطرحات في يده يرجعوا شاد عقل واللي هو رئيس في جمهورنا في بلادنا يقول بلادنا معنا انا وسط في حمادي واللي يسمعوا فينا الكل واللي مش يسمعوا فينا ويسمعوا فينا عندهم بلادنا الكل وسط الصلاحيات اللي حلف عليها في الدستور والا نحن عايشين عنده وقتها حتى لو جينا مش عايشين عند لو جينا على وجه الفضل لو جينا كيرين من عنده ما عندوش حق يتصرف معنا كيما نقرر في كل شيء ونحن نتفرجوا كل ما مشينا له شيء عقل والا يلزم تطوى صفحة أي تعيين وهي من أظلم وأسود الصفحات في تاريخ البلاد وإن شاء الله تطوى أسرع ما يمكن خلي الفاتورة تكون أقل. وضح الأستاذ سمير ديلو عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة وقبول الحوار معنا على إذاعة الحياة فهم بخصوص المستجدات السياسية. اليوم فما إضراب أشار له الأستاذ سمير ديلو إضراب في سلك القضاة في كافة المحاكم في الجمهورية التونسية باش نحكيوا عليه بعد شوية. هذا الإضراب في غيكاب ميدي موصل معكم حتى لساعتين ماضي ساعة 29 دقيقة موصل معكم حتى لساعتين في غيكاب ميدي معايا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام باش نحكيوا سي حمادي على إضراب القضاة ينطلق اليوم لمدة أسبوع قابلة للتجديد. لأكثر تفاصيل معنا بالتليفون السيدة عائشة بن بالحسن نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين. مدام عائشة بن بالحسن مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم. مرحبا سيدة القاضية. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سيدة عائشة بن بالحسن اليوم القضاة بكافة المحاكم دخلوا في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد. كيفاش تابعتوا في البداية انطلاقة الإضراب هذية؟ هل هناك نسب مشاركة في هذا الإضراب على مختلف الجهات؟ هل هناك استجابة لدعوة الجمعية للدخول في هذا الإضراب؟ هناك استجابة 100% للإضراب في كافة المحاكم في كامل تراب الجمهورية من القضاء العدلي والإنتاجي والمالي. النسب الأولى التي بلغتنا في الساعات الأولى من الصباح أن الإضراب قد نفذ بنجاح بنسبة 100% وما زالت المحاكم بصدد التصريح بالنسب تباعا. اليوم أول يوم من أيام تعليق العمل على خلفية إعفاء رئيس الجمهورية ل 57 قاضي بصفة أحادية الجانب بعد أن أسند لنفسه صلاحية إعفاء القضاة. اليوم نحن في منعرج خطير في وضع اليد على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية وأيضا جمعية قضاة التونسيين كانت قد دعت لمجلس وطني يوم السبت الماضي
4 جوان 2022 بحضور كل الهياكل القضائية واللي حضروا فيه 1500 قاضي من كامل تراث الجمهورية من القضاء العدلي والإداري والمالي واللي صوتوا بمعنتها الأغلبية الساحقة على اتخاذ جملة من القرارات وفوضوا للهيئة التنسيقية التي تم إحداثها من قبل كافة الهياكل القضائية لمواصلة متابعة الوضع وملائمة التحركات مع تطورات الأوضاع والقرارات فيها تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع كامل بدون استثناءات إلا ما عدا القضايا المتأكدة من الإرهاب وأذون الدفن وهي مدة قابلة للتجديد بصفة آلية من قبل الهيئة التنسيقية كما قلت. دعوة كافة القضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى عدم تقديم ترشحاتهم للهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات. نعم الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات متكونة من 3 قضاة قاضي عدلي وقاضي إداري وقاضي مالي. تم دعوة كافة القضاة إلى عدم الترشح لهذه الهيئات الفرعية التي تم فتح منذ يومين أجل الترشح لها. أيضا تم دعوة السيدات والسادة الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية لعدم الخضوع لتعليمات وزيرة العدل التي توجهها إليهم بالفصل 23 سيء الذكر والذي تتدخل بموجبه في القضايا في المحاكم وفق الشهادات الصادمة التي قدمها القضاة المعفيون في المجلس الوطني. اليوم الإعفاء هذا هو إعفاء يسلط أساسا على قضاة النيابة العمومية على قضاة التحقيق، سلط أيضا على رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وسلط على رؤساء ولي محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ابتدائية. هذا القصف الذي تتعرض له السلطة القضائية يجعل من القضاة غير قادرين على أداء أعمالهم ضمن الضمانات الدنيا المكفولة بالدستور وبالمعاهدات والمواثيق الدولية لأن السلطة القضائية المستقلة هي عماد دولة القانون، لأن السلطة القضائية المستقلة هي ضمانة للمتقاضي وليست امتيازا للقاضي، لأن القاضي حامي الحقوق والحريات لا يملك أدنى حقوق اليوم في هذه الدولة، لأن السلطة التنفيذية تضع يدها بالكامل على السلطة القضائية. علق كل قضاة الجمهورية بنسبة 100% العمل بكافة المحاكم من عدام كل الضمانات لأداء العمل القضائي وضمان الحقوق والحريات للمتقاضين والمتقاضيات، ولأن وضع اليد على السلطة القضائية قد وصل إلى أقصى حد. حتى المجلس الأعلى المؤقت الذي نصبه رئيس الجمهورية لم يرضى به، وضعه جانبا وأسند إلى نفسه آلية الإعفاء المباشر على خلفية تقارير سرية تعد في القضاة لا يحق لهم الاطلاع عليها، لا يحق لهم الطعن فيها، ولا يحق لهم الطعن بأي شكل من الأشكال ضد قرارات الإعفاء. وهذا ورد بتنقيح المرسوم المجلس المؤقت للقضاء. تحركات كبيرة في سلك القضاء سيدة عائشة بن بالحسن، ولكن في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك حديث على تذبذب لموقف القضاة في تونس بعد حل المجلس الأعلى للقضاء. شفنا عدة تحركات، احتجاجات، اجتماعات، ولكن بعد فما وكأنه صمت وكأنه قبول للأمر الواقع. ما تراش سيدة عائشة أنه موقف القضاة كان مرتبك نوعا ما في تحركاتهم يعني منذ حل المجلس الأعلى للقضاء؟ في الحقيقة المواقف كانت متباينة بعض الشيء في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، لكن الأغلبية الساحقة أو الأغلبية الكبرى للقضاة كانت ضد هدم البناء الدستوري والاستقلالية الهيكلية للقضاء، والبعض من الجزء من القليل من القضاة لم يدلي برأي، لم يكن مع الحل لكنه لم يدلي برأي، لأن هذه الحملات تسوق على أنها حملات لمكافحة الفساد في الجسم القضائي وأنها حملات للإصلاح تحت ذريعة الإصلاح. اليوم يذبح القضاء، وهذا اللي جعل بعض الشيء من القليل أو بعض الارتباك في الموقف.
في البداية، ولأن أسلوب المباغتة الذي يعتمده رئيس الجمهورية بإصدار الرائد الرسمي في منتصف الليل بتصديق القرارات الفورية والصادمة على القضاة هو اللي خلى يعني الموقف ما كانش معناتها بنفس الوضوح هذايا اليوم. اليوم القضاة بعد هذا التعدي الصارخ الذي لم يعد بعده تعدي، اليوم الهدف هو إلغاء السلطة القضائية، ما عادش بعد إعفاء القضاة بطريقة أحاديث الجانب، ما عادش بعد غياب كل الضمانات، ما عادش نجمو نحكيو على سلطة قضائية تنتصب لفضل نزاعات بين المواطنين، سلطة قضائية مستقلة موحدة تضمن الحقوق والحريات. الواقع والحقيقة المثبتة بالميدان اليوم انه كل الهياكل القضائية متحدة جنبا الى جنب في كلمة واحدة، وايضا معهم المحاماة وايضا معهم يعني كل القوات، حتى انه قيل وانه لاول مرة سيدة عائشة قيل وانه لاول مرة كل الهياكل متاع القضاء تجتمع، هل هذا صحيح؟ هذا يثبت انه الحدث جلل، وهذا يثبت ان الذي وقع هو غير مسبوق في تونس ولم يقع من قبل، وهذا يثبت ان ما وقع هو مسألة ليست في صالح القضاء وليست في صالح دولة القانون وليست في صالح المسار الديمقراطي ككل. سيدة الفاضلة، في إطار المسار الديمقراطي اللي احنا كنا فرحانين به في تونس، ولكن أنا عندي ليك ثلاثة أسئلة بسيطة. أولا، سيادتك كنت راضية على أداء القضاء طيل السنوات الفارطة؟ اثنين، ما هو موقفكم من أنه تتعطل مصالح المواطن طيل شهرين، القضاة يعملوا شهرين إضراب ومن بعد يأخذوا علاوة 1300 دينار؟ والسؤال الثالث، علاش دائما المواطن هو اللي يدفع الفاتورة متاع سواء أخطاء السياسيين أو أخطاء القضاة؟ مش تقتصر في الإجابة على ما يتعلق بموضوع الإضراب وموضوع إعفاء القضاة، بالنسبة لرضائنا على أداء المرفق القضائي، نحن أول من انتقد أداء المرفق القضائي، نحن أول من انتقد أداء المجلس الأعلى للقضاء، ولا ينافسنا في ذلك أحد ولا يزيد على ذلك فينا أحد. كل الحركات القضائية قدمنا فيها دراسة معمقة، كل الأداء القضائي قدمنا فيه دراسات معمقة، ونحن أول من طالب بمكافحة الفساد، وإلى اليوم وإلى الغد وبعد غد ما زلنا نطالب بمكافحة الفساد في كل القطاعات، أولا لتكون يعني منظومة شاملة على تونس كاملة أولا، وثانيا تكون يعني مقاربة متكاملة ومقاربة واضحة المعالم، وليس تصفية مباشرة لأشخاص معينين في خطط معينة. إذا سمعتم تصريحات القضاة فإنها على خلفية، في أغلبيتها على خلفية تدخلات في ملفات قضائية، وقضاة تمسكوا باستقلاليتهم، لذلك تم تصفيتهم في أمر الإعفاء. إذا بعد هذا ما زلنا نتحدث عن دولة قانون، إذا بعد هذا ما زلنا نتحدث عن الأداء القضائي، إذا بعد هذا ما زلنا نتحدث عن براءة لوضع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فنقول أن القاضي بعد اليوم لن يكون قادرا على حماية الحقوق والحريات، القاضي بعد اليوم سيكون في وضعية هشة ولن يكون قادرا على فرض إنفاذ القانون على الجميع، ونحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في ذلك، نقول كلمة الحق في وقتها، ولا نبحث عن الذرائع للدخول لبيت السلطة القضائية وإدخالها إلى بيت الطاعة تحت ذريعة مكافحة الفساد. نحن قلنا أن هذا الإعفاء لا علاقة له بمكافحة الفساد، ولكنه تصفية مباشرة سياسية لقضاة النيابة ولقضاة التحقيق ولقضاة في مناصب حساسة، ورفضوا التعليمات المباشرة. ويظهر لي ما فماش أوضح في تونس من التصريحات الشجاعة اللي قاموا بها القضاة، اللي نحيي فيهم شجاعتهم وثباتهم ونضاليتهم، اللي تخليهم يقفوا أمام عدسات الكاميرا، لأنه التشهير بلغ مداه، وقفوا أمام عدسات الكاميرا وقالوا نحن نعرض أنفسنا على كل المحاكم وعلى كل الإجراءات القانونية، ومن كان لديه ملف ضدنا يتفضل فيه. طيب. ونحن مستعدون للمحاسبة داخل الأطر القانونية، مستعدون للمساءلة بضمانات الدفاع. اليوم حتى يعني اللي يرتكب جريمة ويكون في حالة تلبس، مواطن يرتكب جريمة ويكون في حالة
تلبس لا يحال مباشرة الحكم بشكل مباشر، ولكن عنده ضمانات الدفاع وعنده تحقيق وعنده صوت وكل شيء. القاضي اليوم اللي يفصل في النزاعات بين الناس ما عندوش أبسط ضمانات أن يدافع على نفسه، يطلع على التقارير السرية التي حررت ضده ويرد عليها ليدافع عن نفسه. نحن ندافع عن النظام الديمقراطي، نحن ندافع عن دولة القانون، نحن ندافع على الفصل بين السلطات، ونحن ندافع على استقلالية القضاء كضمان للمتقاضي وليس كامتياز القاضي. ومعركتنا هي معركة تونس ونحن ندافع عن تونس. سيدة عائشة، ما ردك على الاتهامات اللي وجهت إلى جمعية القضاة التونسيين وحملتها المسؤولية فيما قالت إليه الأمور في سلك تسمع فيها مدام عائشة؟ مانيش نسمع فيك. مدام عائشة قلت لك شنو ترد على اليوم اللي حملوا جمعية القضاة المسؤولية فيما قالت إليه الأوضاع على اعتبار وأنه الجمعية قلت لك أنا ما ردش على مثل هذه التصريحات. ردينا عليها في وقتها وخذت وقتها وأكثر من وقتها. اليوم نحن في منعرج تاريخي والناس الكل تعرف ما هي حقيقة الوضع اليوم في تونس ووضع السلطة القضائية في تونس. لا نرغب في الدخول في أي صراعات جانبية ولا الرد على مسائل لا تستحق الرد. اليوم نحن في منعرج تاريخي، نحن اليوم نحب السلطة القضائية تكون مستقلة ليك وليا ولا ذاك ولا ذيك والمواطنين الكل. ما يشي امتيازات، ما يشي حتى حاجة معناتها باش يمتاز بها القاضي، لكن باش يكون بأمان باش ينجم يحكم في الملفات وكله غير كل ذلك عدم وغير كل ذلك مهدرة جانبية. أعتذر عن الإجابة عنها حتى ولو أني ما سمعتش التصريح اللي توا قلتوا لي، لكن أنا نرى اللي هذه مواضيع جانبية ماهوش معناتها ماهيش أهم من الموضوع الأساسي. لا نرد على مثل هذه التصريحات، ردينا عليها في وقتها أكثر من مرة. واضح. سيدة عائشة، احنا توا في خضم الجدل هذايا والحديث على عزل 57 قاضية وقاضي، تعيد إلى أذهاننا هذه الفكرة، عزل 82 قاضي في عهد وزير العدل الأسبق السيد نور الدين البحيري، ووقتها هل كانت فما ضمانات للمحاسبة العادلة لهؤلاء القضاة 82 في عهد البحيري أم لا؟ كيفاش سامحني؟ مدام عائشة قلت لك الحادثة هذه متاع عزل 57 تسمع فيها توا؟ أي الحادثة متاع عزل 57 قاضي اليوم عادت إلى أذهاننا، عزل 82 قاضي في عهد وزير العدل الأسبق السيد نور الدين البحيري، ما شفناش تحركات، ما شفناش إضرابات صارت على عزل 82 القاضي هذوما. هل وقتها لحظة مدام عائشة من فضلك، هل وقتها توفرت للقضاة اللي تم عزلهم مثلا الضمانات بتاع المحاسبة العادلة واللي هذا ربما معناه كان مسار طبيعي يتراوح كقضاة؟ هذاك قيمناه في وقته وخرجنا فيه البيانات في وقته وخرجنا فيه المواقف معناتها الحاسمة في وقتها. مراش في وجه للمقارنة بين معناتها الإحصاءات هذيك والإحصاءات هذي، ولو أنها تسلطت على نفس يعني القضاة ديما هما ضحية كل الأنظمة السياسية المتعاقبة. كل سلطة سياسية تجي تحب تاخذ القضاة اللي معناتها يكونوا مقربين منها ويكونوا مستعدين يعني لتنفيذ تعليماتها، وما عداهم توصف فيهم بآليات الإعفاء وبالآليات معناتها هذية وإلا مثلها. اللي يقولوه نحن اللي في ظل الإجراءات الاستثنائية اللي اليوم يظهر لي 2012 ما كانتش فما إجراءات استثنائية. هذا رأو ليس دفاعنا عن 2012، نحن ضد 2012 وضد 2022 كي لا يقرأ تصريحي على أنه أنا مع 2012 معناتها في الإعفاءات. نحن ضد الإعفاءات في جميع الأنظمة السياسية وفي جميع الظروف، لأنها آلية تستعمل للتحكم في القضاء ولتطويعه، هي آلية تستعمل للتحكم في القضاء ولتطويعه. اليوم احنا في إجراءات استثنائية في تونس، لعنا معناتها مبدأ الفصل بين السلطات، لعنا معناتها سلطة تتعامل بندية، لعنا دستور نطبقه فيه، لعنا الحق اللي احنا نمشي ونطعنه في المحاكم. لأنه العزل متاع 2012 ولو أنه هو نفسه قرار جائر، لكن مورست فيه طعون والقضاة كلهم استرجعوا حقوقهم ورجعوا لمراكز عملهم واللي معناتها آخرهم في السنوات الأخيرة في الحركات الأخيرة للسلطة القضائية. التلميح أنه من لم يتكلم في 2012 لا حق له أن يتكلم اليوم،
صار في برشا معناتها منابر ومن برشا معناتها مصادر، وهو تلميح نروي نحن مجانب للصواب، لأنه الموقف كان موجود في 2012، لكن لا غير أنه اليوم يكون الموقف تتوحد حوله كل الهياكل القضائية، لأنه ما عندناش معناتها مجلس أعلى للقضاء، نعتبره أنه ما عندناش مجلس أعلى للقضاء. عندنا أول مجلس أعلى للقضاء تم تركيزه على أساس دستور 2014، حله رئيس الجمهورية بصفة أحادية الجانب، يظهر لي هذايا ما حصلش قبل وما عادش باش يحصل بعد، عمره ما حصل هدايا. نصب عوض أنه مجلسا اختار بعناية كل أعضائه ومنح الصلاحيات لكل نفسه، وحتى الأعضاء هذوكم لم يسمح لهم بالنظر في الملفات هذية، اللي هو الوحيد اللي نظر فيها، هو الوحيد اللي حكم فيها وأصدر فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال. هذية يظهر لي معناها كوميولاتيفمون إذا نشوفوها مع بعضها لفلاجرانس، ما عادش يقولوا ما مقارنتها ب 2012، وما عادش يقولوا مصالح تم تعطيلها لمدة شهرين، وما عادش يقولوا علاش قلت أنا راهو الخطاب معناها في المنعرج التاريخي هذية هو معناها يخرج على الخطاب متاع الجدل القانوني، ويخرج على الخطاب متاع تقدم أطروحة وأطروحة مضادة، ويخرج عن الخطاباتنا التقليدية اللي معناتها كنا نتحدث فيها. احنا اليوم في منعرج تاريخي، القضاء تحت يد السلطة التنفيذية 100% بالفصل 20 اللي أحدثه رئيس الجمهورية في المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أصبح هو وحده يعني يعفي القضاة بشكل مباشر بدون حتى حق من حقوق الدفاع. إذا هذا باش نقبلوا به وباش نقعدوا نقولوا شبينا 2012 ما تكلمناش، شبينا ضربنا شهرين ما رجعناش، شبينا كذا شبينا كذا، فإن قطار النظام الديمقراطي باش يتجاوزنا برشا. وقولوا راهو نحن اليوم قضاة ومحامين نخوض معناتها هذه المعركة النضالية دفاعا عن كل التونسيين والتونسيات اللي باش يمشيوا للمحاكم باش ياخذوا حقهم. اليوم ما عندهمش قاضي مستقل ينجم يعطيهم حقهم. اليوم يا توانسة ما عندكمش قاضي عنده أمان باش يعطيكم حقوقكم. احنا اليوم ندافعوا على المواطنين التوانسة هذوما، وهذه معركة مبدئية احنا مش باش نتنازلوا عليها. ويظهر لي كان سمعت وتفرجت في شهادات القضاة اللي أدلوا بها بكل شجاعة في المجلس الوطني، ما عادش نحكيه في مسائل معناتها مقاربات شكلية كما هكاية وندخلوا في صلب الموضوع، لأنه صلب الموضوع خطير جدا، هو منعرج خطير في تاريخ السلطة القضائية في تونس. فمضطرة أني نعتذر منكم لأني عندي زوج تصريحات أخرين يستنوا فيها زملائكم في المكتب وخرت عليها وفاتتهم واضح مدام عايشة. مشكورة جدا، لكن طولنا. شكرا يعيشك. شكرا لك سيدة عايشة بن بالحسن نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين على تدخلكم معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل اللي تخص إضراب القضاة اللي انطلق اليوم، ما زال متواصل وينجم يتجدد بعد أسبوع. في نهاية الأسبوع ينعقد اجتماع آخر ينجم يجدوا هذا الإضراب. دونك اليوم تحركات على أكثر من صعيد. سي حمادي شنو تعليقاتك؟ تعليقي أن المواطن دائما يدفع فاتورة كل الأخطاء. جمعية القضاة سبق لها وتكلمت على عديد الأسماء من القضاة اللي حولهم شبهات فساد. ما نعرفش كيفاش كانوا يراو طريقة التعامل، هل أنه مجرد الحديث وجهني لها سؤال سيدة عائشة. هو لا لا هو هو رئيس الجمعية بيدو تكلم حول مجموعة من القضاة واللي منهم اللي وقع عفائهم. فما نعرفش أنا وقت اللي واحد يقول راه فلان الفلاني راه عنده كذا وعنده حوايج خايبة وعنده ممارسات وعنده يعني، واليوم نلقى روحي ودافع عنه. يعني أنا مع التعامل الشفاف وأنه تكون المواقف واضحة، يبيض يبيض المواطن رهين اليوم أنه القضاة مضربين وثم مصالح متاع مواطنين ستتعطل، وعم ناول قلت عم ناول شهرين بقات معطلة، وثم ناس يعني بقات موقوفة لأوقات أكثر من اللزوم، وبقات يعني إجراءات الله أعلم بهم. فدائما المواطن اليوم الوضع والمرحلة مختلفة سي حمادي على ما سبق. الحقيقة اليوم نجيو في وضع سياسي وتطورات سياسية كبيرة برشا، جدل، خلافات سياسية، حوار
وطني، أطراف مشاركة، أطراف مش مشاركة، فهذا الكل يدلي بدلو يعني، وينجم يأثر في كل المسارات وفي كل التحركات. ممكن هذا اللي اليوم القضاة اجتمعوا كيفة الهياكل بتاع القضاة، نعرفوا اللي فما ديما فما خلافات أو تناقضات أو اختلافات، خليني أقول مش خلافات، بين النقابة وبين الجمعية مثلا، ولكن اليوم هما كلهم في إطار واحد، هما ضد المرسوم المتعلق بعزل القضاة اللي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد، وغيرها من الإجراءات اللي يروا فيها مس من استقلالية السلطة القضائية ومس من سلك القضاء في تونس. اللي يحكي على استقلالية القضاء يبدو أنه مش عايش في تونس. كيفاش؟ لأنه هذيك كلمة وشعار فقط، أما في التنفيذ نعرف القضايا كيف تدار. نحب قضاء لا 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 لا. مستقل. احنا نحب قضاء مستقل ونحب قضاء نزيه، ونعرف ان المشاكل ما ثماش مواطن تونسي راضي على اداء القضاء في مختلف فروعه في تونس. قضيه تمشي تبقى 3 سنين، وقضيه في جمعه من زمان يقع البت فيها، ملفات يقع البت فيها ومن بعد يبان انه ثم حوايج جديده بانت، والله اعلم منين جات. الجانب الثاني انه طول عمره انه الوزراء كانوا يدخلوا في المسار ويحطوا هذا ويعينوا هذا، وبرشا قضاة قبل تعرضوا على كل نقولوا احنا مش اول مره، فما حاجات، ولكن ما نجموش نعموا نقولوا القضاء الكل بهذا الشكل يعني. أنا سي حماد، انا قلت فما بعض المشاكل، انا قلت في كل مراحله، مش معناها كل القضاة، معناها في المراحل الابتدائي والاستئنافي والقضاء الاداري والقضاء المالي، يعني في كل الفروع. الجانب الثاني هو انه كنا نتمناو احنا انه في تونس ما نوصلوش الوضع انه الناس الكل شادين على بعضنا السيوفة. هذا يراه من شأنه انه تدريجيا يخلق عنا جانب من العنف اللي احنا نرفضوه. الحاجة الاخرى، وهذا رأي يلزمني، انه قد ما تدردر تصفى وهو افضل لنا. علاش؟ تبان برشا اصوات وتبان الحقائق اكثر. احنا لنا مع ولنا ضد المراسيم، ولكن بعض الحاجات تبين لنا وتظهر ساعة انه فعلا تم حوايج مسكوت عنها المسكوت عنه كثير، وجاك فرصة اليوم أنه ما يسالش. يا سيدي نتصارحوا ونتصالحوا. على كل، ربي جريها على صلاح. كنت بريفي باش تكون معنا سيدة راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، نظرا لضيق الوقت نعتذروا. ان شاء الله تكون معنا غدوة نحكي معها على الحوار الوطني في اولى الجلسات نتاعو، ولكن اليوم ما عادش عندنا برشا وقت. نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي، ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. تحية لأمنة بوخيت في الاخراج التقني، احمد الشفر في الديجيتال، انس الهمامي في ستوندار في تنسيق المكالمات الهاتفية. كنت معكم سهم حمدي من صنارة حتى التوا في غيكاب ميدي. نتقابل غدوة إن شاء الله في غيكاب جديدة. في الأمان. Tout de suite غيكاب ميدي. غيكاب ميدي. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية.